من كان يظن أن حمزة عاشق الخمر وصياد الأسود يتبع دين محمد. كلما زدناهم عذابا يزدادون قوة. من أين يجيء بكلماته؟ لا أدري أنت. كيف برجل أمي جاوز الأربعين يهبط من جبل لا علم فيه ولا معلم ليفيض بلاغة تعجز الشعور؟ ليتها كانت مجرد بلاغة، ولكن يكاد الناس يصدقون أنها كلمات إله. كيف نقاوم رجلا لا ندرك سرقه؟